ورد حديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من القاعدة، فما هذه المسائل؟ ورد حديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك 6 مسائل مستثناة من هذه القاعدة، وهي: أولا أم الأخ أو أم الأخت لأنها من النسب، إما أمك وإما امرأة أبيك وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم، وكذلك أم الأخت. ثانيا أم ولد ولدك من الرضاع لأنها من النسب، إما بنتك أو زوجة ولدك. ثالثا جدة الولد من الرضاع لأنها إما أمك أو أم زوجتك. رابعا أخت الولد من الرضاع لأنها إما بنتك وإما بنت زوجتك. خامسا أم عمك وعمتك من الرضاع لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. سادسا أم خالك أو خالتك من الرضاع لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبي أمك. والله أعلم.